تحية سام موبوكو، ماذا نرى لهذا السام الذي ما زال يتداول بالعرض فوق منطقة دعم مهمة جدا لمنطقة الطلب الرئيسية اللي ما بين مستويات 33 ونص لحد مستويات 36 جنيه؟ هل هنزل لها؟ ما أعتقدش، ما زالت نظرتنا إيجابية وما زال السام بيتحرك بقوة في المناطق دي. تعزيز القوة جه منين؟ لو احنا اتكلمنا في السابق قلنا إن السام عمل لنا موجة ونزل على شكل اي بي سي واضح على شكل 5-3-5 وشفنا ردة فعل إيجابية منين، عملنا موجة وبعد كده صححنا وبعد كده صعدنا على شكل اي بي سي عشان نعمل فلات متسع، وبعد كده قلنا بنقفل الضلع ما قبل تكمله الاتجاه الصاعد، وقلنا ان المنطقه المهمه جدا للساميه المنطقه اللي ما بين مستويات ال 43 لحد مستويات ال 44، احنا تقريبا نزلنا ليها وشفنا رده فعل ايجابيه من عندها بشمعه يعني اقرب الى شمعه الدوبي ولكن او هامر، لكن هي دوبي في الاقرب يعني، وده اللي بيعزز فكره النظره الايجابيه على فريم الدليل ان في مشتري موجود هنا عند مستويات ال 43 جنيه الى مستويات ال 44 جنيه. لو هبحث عن تقفيل اضلاع فانا ما زلت بستهدف ضلع موازي للضلع ده، الضلع ده ممكن يمتد، الضلع الهبوط اللي بدا من هنا، انا عندي ضلع هبوطي بدا من هنا، لو انا بقفل النموذج ممكن ينزل معايا لحد مستويات ال 100 فيبو وده هيلاقي دعم قوي جدا ولقيناه عند مستويات ال 44، وممكن يمتد التصحيح ده لحد مستويات ال 127 فيبو. في أسوأ التقديرات احنا ممكن نشوفها عند مستويات ال 161 فيبو، ولكن ما اعتقدش لان ما زال المشتري موجود وقوي في المنطقه اللي احنا بنتكلم عليها، المنطقه دي كلها اللي ما بين مستويات ال 42 لحد مستويات ال 44. لو لاحظنا خلينا نلاحظ ان في شايفين المنطقه دي، المنطقه دي دخل فيها مشتري عندنا على السهم، ودي منطقه قويه جدا جدا برضو، المنطقه اللي عند مستويات ال 42 لحد مستويات ال 43، فما زلت شايف ان السهم هيجد دعم في المناطق دي وهيجد مشتري قوي جدا في المناطق دي. المقلق بالنسبه لنا لو كان في زخم بيع قوي جدا جدا للسهم، ولكن احنا عارفين توزيع الكوبون هو اللي خلى السهم انخفض بقوه، لكن لو بصينا على شموع الفوليوم كلها شموع تجميعيه بامتياز. يعني دي شموع تجميعيه بامتياز، اعتقد السهم ما زال في مناطق جيده جدا جدا للشراء والاقتناء، ولكن لو احنا بننتظر المفروض ان احنا زي ما قلنا بننتظر المنطقه المفتاحيه اللي هو اختراق مره اخرى مستويات 47 والسكوير فور منها بتعزز النصره الايجابيه بالنسبه لنا للبحث عن الهدف الاهم بالنسبه لنا اللي هو مستويات ال 58 ونص، ده بالنسبه لنا هدف مهم جدا جدا، لان انا لو بتكلم على تقفيل عرضي بشكل اوسع وخلينا نتكلم في اسوء السيناريوهات اديني نفس طول الضلع اللي هو مستويات ال 100 فيبو، فالاقي نفسي رايح لمنطقه العرض الاهم المنطقه دي كلها اللي هي عشان نوضحها بشكل ادق، المنطقه اللي ما بين مستويات 56 ونص لحد مستويات 58 ونص، ودي بالنسبه لنا المنطقه قويه اللي لما نروح لها ساعتها نفكر، ولكن حتى الان ما زالت نظرتنا ايجابيه، حتى الان ما زلنا في مناطق طلب ودعم قوي جدا للسهم ننتظر رده فعل ايجابيه، قلنا المنطقه المفتاحيه واللي هتاكد لنا النظره الايجابيه اكتر ان شاء الله لو اخترقنا مستويات 47 جنيه وزخم، او لو بدانا نشوف زخم شرائي هنا وبدانا نشوف صعود هيتاكد عندنا النظرة الإيجابية أكتر وأكتر، وما زال مبقوا في مناطق حرجة ولكن المناطق دي قوية وفيها طلب، وأعتقد إن إحنا نجد مشتري قوي ما بين مستويات 42 لحد مستويات 43، وبدأ بغضب تظهر، خلينا نشوف الأسبوع الجاي وبالتوفيق.